السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو انا عايز اغير الفونت دوت، فممكن اجي هنا واروح مغيره لفونت معين عايزه، مثلا اريل او كذا او كذا. لكن لو انا يكون عندي شرائح كتيرة ده بياخد مني وقت كتير، ففي طريقة سهلة لتبديل الفونت ان انا بروح ريبليس وادوس على السهم اللي جنبه واقول له ريبليس فونت، واروح مختار من هنا الفونت اللي انا عايزه. يعني اقول له بدل لي الاريل مثلا بالخط مثلا فردانا مثلا، اقول له ريبليس. تمام. طيب الخط دوت مثلا اسمه ايه اللي هو دوت، هقول له ريبليس اللي هو دوت، هقول له بدله لي كله بفردانا. فمش بيبدله في السلايد ده بس، لا ده بيبدله في بقية الشرايح اللي موجودة.